بس عايز اقف معاك بقى عند نادي مهم جدا وعزيز على قلوبنا كلنا، هو النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي خسر محمود متولي، واحد من افضل لعيبته، راح الاهلي، ومحمد عواده حارسه الاساسي، صحيح لعب من غيره السنه اللي فاتت، ومحمد فوزي قبل بلاء حسنا يعني، لسه محمد مجدي الحارس البديل يعني لسه ما خدش فرصته قوي، حظه سيء يعني شويه. بس الاسماعيلي بقى انا سمعت ان احمد مدبولي راح، سمعت اللعيب الوحيد اللي جابه، اللعيب الوحيد شلونجو موجود معاه من السنه اللي فاتت، بكيتي سيلفا من الشعلة السعودي الغيني، ده اللعيب الوحيد اللي جابه. الاسماعيلي السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت كان طالع التاني، مش من عنده، حتى احنا قلنا العمود الفقري بتاع الاسماعيلي بيخرج وده هيؤثر بشد. النهارده بيمشي من عنده كمان اتنين مهمين جدا، محمود متولي كان الى حد ما عامل سيزون كويس، ولسه الاسماعيلي لحد النهارده استاذ حسن ما اشتراش، يعني ده بقى اللي مطلوب انه يشتري، اسم وتاريخ وسمعه ونجوميه وجماهيريه، وقول زي ما انت عايز في الاسماعيلي. تخليني انا السنه اللي فاتت قلت انا قلقان على الاسماعيلي، السنه دي بقول انا قلقان على الاسماعيلي اكتر، والاسماعيلي فنش السنه اللي فاتت، السنه اللي كان فيها، السنه اللي قبل فاتت طلع التاني، السنه اللي فاتت طلع السابع، طب السنه دي بالشكل ده اعتقد ان الاسماعيلي عنده سياسه. اولا الاسماعيلي نادي فقير، يعني ما هوش نادي غني يعني. تمام، وده من زمان. نعم، من زمان قوي يعني. وله سياسه قديمه انه بيكتشف نجوم، مظبوط، وبيطلعهم يلعب بيهم. ماشي. لكن طبعا لما يبقوا نجوم في الفريق الاول مع الفلوس الكتيره اللي اللعيبه بتسمعها في الاهلي والزمالك، خلاص اللعيب ما يبقى مش قادر يدي في الاسماعيلي كما يجب. دايما تلاقي الاسماعيلي بيوصل للقمه على المستوى الفني باولاد نجوم صغيرين لسه بيطلعوا عايزين يبقوا نجوم على بس الكلام ده لما كان في على ابو جريشه، ولما كان كابتن سيد عبد الرازق موجود في الاسماعيليه، علي ابو جريشه لا مشي، ما انا عارف انه مشي. انا عارف انه مشي، وكان الله يرحمه الكابتن عربي، كان الكابتن بيضو، يعني كل دول كانوا، كابتن سيد شارلي لا كان لهم يعني برضه كان اسماعيلي. علي ابو جريشه عاشق للنادي الاسماعيلي ونجم من نجوم، هو يعني حاجه مهمه جدا. سيد عبد الرازق السنه اللي فاتت فرقه الشباب دي اللي خدت البطوله كسرت الدنيا مثلا، بس للاسف انه مشي السنه دي تاني. يعني حتى احمد فتحي كان جاي من بنها، تحس انه من ابناء الاسماعيليه، عماد سليمان من القاهره تحس انه من ابناء الاسماعيليه، حازم الله يرحمه من شبرا تحس انه من ابناء الاسماعيليه، ومحمود حسن وغيرهم كتير جدا. لكن ما هو لا بقى في اشبال ولا بقى في المشكله ان الاسماعيلي مش قادر يشتري اللعيبه لانه النادي ما فيش معاه فلوس. دي مشكله الكوره دلوقتي، امكانيات ماديه. ايوه بس لازم يشتري منين؟ لازم يشتري منين؟ ما هو بقى اللي بيباعهم يشتري بيهم. خلاص طبعا لازم يشتري. طبعا طبعا الا اذا كان، الا اذا كان بيبيع عشان يسدد الديون اللي عليه. لا بس النهارده ما هو انت عارف جمهور الاسماعيليه وتاريخ الاسماعيليه، وانا الحقيقه بحب المهندس ابراهيم عثمان واثق فيه تماما، بس الناس كمان متعوده الاسماعيلي هو ثالث نادي في البطولات في مصر. طبعا يعني لو خد ثلاثه دوري، واخد الكاس، واخد افريقيا، وبالتالي له مكانه. طبعا وكره الاسماعيلي لها مكانه اكبر هو عند الجميع. جزء من دائره المنافسه اللي في الكره المصريه من زمان. نعم. يعني فلازم يبقى موجود طبعا. طبعا لكن النادي ده ما بيش معاه فلوس، دي مشكله مهمه جدا. في زمن الكوره دلوقتي اللعيبه بتاخد فلوس وعايزه فلوس، فلازم تتحل مشكله الفلوس اولا في النادي الاسماعيلي.